السلام عليكم المرسلين، معكم اخوكم محمد ديبا. كنا درنا واحد الفيديو صيفطناه للاخوان ديالنا والاخوات ديالنا، ورجعنا عندكم اليوم. اولا على واحد الرساله ربما اللي قريتوها كاملين، اللي جات من وزاره الخارجيه على حساب التامين، داك المعجزين ديالنا اللي هنا في هولندا، يعني الدوله ديالنا الله يجازيهم بخير. كيقولوا بان راه الناس اللي ما عندهمش التامين معجزين راه يعني يتكلفوا بهم بالدفن ديالهم في هولندا. ولكن حنا كنطلبوا من السيد وزير الخارجيه ديالنا يرد يفكر باللي راه هاد الناس اللي عندهم التامين حتى هما راه ما في حالهمش. لان خصكم تعرفوا هولندا السيد الوزير المحترم باللي الاخوان ديالنا الجيل الاول والثاني جاوا الناس كبار، واخا خذوا التقاعد ديالهم يعني البينسيون ديالهم كما كنقولوا حنا هنا، حتى هما كتعطى لهم واحد المبلغ ديال 600 700 اورو ما عندهم ما يديروا بها، راه الدوله هي اللي كتكمل لهم باش يخلصوا الكرا ديال الدار والماء والضو. يعني كنطلبوا منكم تشملوا حتى هاد الناس اللي ما عندهمش اللي عندهم التامين. ولهذا السيد الوزير المحترم شكرا على الرساله ديالكم اللي جات يعني من السفاره ديالنا ولا من القنصليه ديالنا للجمعيات ولا للمساجد. ولكن المشكل اللي كاين هو اللي اليوم حنا باقي كنغوتوا وكنردوا وكنطلبوا منكم تدخل عاجل مع هذا المونديال اسيستانس اللي استغلتنا استغلت الجاليه واستغلتنا في الفلوس ديالنا. دابا ما تلاتش بنت ما بايناش نورمال، لان هذا الشيء اللي كاين حنا طلبنا منكم باش كوزاره الجاليه والسيد وزير الخارجيه المحترم ديروا لقاء مع هذا مونديال اسيستانس، شنو حقنا وشنو هو حقهم. اليوم دابا ما بقى لا مونديال اسيستانس لا بنك الشعبي لا بنك التجاري، لا كلهم ذاك الابناك اللي كانوا كيجي ويدوروا علينا على الديور، احنا ديالكم خصكم تكونوا معنا. دابا حتى واحد ما بقى كيعرفنا. وثاني السيد الوزير، انا حنا كجاليه مقيمه بهولندا بصفه عامه، حنا بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين كنشكركم عليه، ولكن في هذا الوقت هذه في هذه الحزه حنا ما بغيناش الفلوس ديالنا يرجعوا من المغرب. الحمد لله المغرب ديالنا البلاد كبيره وحتى هي عندها مشاكل وعندها حتى هي هذا المشكل راه عايشه ديال هذا المرض، بلادنا واقفه علينا نعاونوها. ولكن المشكل اللي عندنا وهو كنطلبوا منكم حلوا لنا هذا المشكل، حاولوا لان الاباء ديالنا والامهات ديالنا بغاو يدفنوا كل واحد حدا العائله ديالو، حلوا لنا هذا المشكل ديال هاد الاخوان ديالنا اللي كيموتوا هنا يمشيو يندفنوا في البلد ديالهم وهي الوطن ديالهم العزيز، لان كل واحد عنده الامنيه ديالو باش يتدفن في المغرب. راه الناس اللي يدفنوا هنا كيدفنوا كلهم بالله خاطر ديالهم، لا منهم ولا من ولادهم ولا كل شيء. هذا هو الحل، ديروا لنا شي حل يمشيو هاد الناس للمغرب يندفنوا في البلاد ديالهم وما تعوضوا لهم حتى شي حاجه. ذاك الخطره ذاك راسو راس راه كتكلف بهم بالنسبه للمغرب، ما نكروش حنا العمل ديالهم. منين يدوز هاد الشيء الجاليه غتعاود اعاده النظر في هاد الناس اللي جا كينصب عليهم. يعني حنا ما عندنا حتى شي عقده مع هاد المونديال اسيستانس. والطلب الثاني السيد الوزير المحترم، خصكم تاخذوا واحد الحاجه بعين الاعتبار. يعني انا حنا ما كنتكلموش، انا ماشي سياسي، انا ما كنتمي حتى لشي حزب، انا هذا طلب من باب الاخلاق من باب الحنان من باب العاطفه ديال الانسان، وهو ذاك الاخوان ديالنا اللي في المغرب اللي مشاو على المصالح ديالهم ومشاو يقضيو المسائل ديالهم وخلاو وليداتهم هنا وراهم جالسين في المغرب حقيقه راه في البلاد. ولكن كنطلبوا منكم تشوفوا شي حل لهذ الاخوان يوليو لوليداتهم، راه واحد الكارثه ما كتصورش. وهذا الاخوان ديالنا السيد الوزير المحترم من جهه اخرى، الاخوان ديالنا اللي جاوا هنا فايت 400 واحد اللي جاوا يحضروا في مع وليداتهم، جاوا يزوروا البلاد، جاوا يشوفوا حفايظهم، والناس فلاحه، الناس كسابه، ودابا الحمد لله البلاد الشتاء في هذا الوقت هذه، ولكن هما واحلين هنا. يعني هذا الشيء راه ما كاينش ما كيشرفش حقيقه، لان الناس كيبكيو هنا في المساء ماشي كيسعوا ابدا. حنا هاد الناس راه كل واحد جا عند العائله ديالو وكل واحد قاد به العائله ديالو، الا ما كانش العائله حنا موجودين كجمعيات كمساجد. حنا ما غاديش نكرو الخير ديال الجاليه المقيمه ديالنا في هولندا، ولكن هاد الناس راه اللي جلس هنا 3 شهور 4 شهور 5 شهور، يعني راه بلادو رزقو الفلاحه ديالو الكسيبه ديالو كلشي كيضيع. ولهذا الله يرحم الوالدين الى 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 زعما هذا هو جوج حلول، هاد الناس يرجعوا للبلاد والناس اللي في البلاد يرجعوا عند وليداتهم، ورمضان على الابواب، وراه عندكم واحد الاجر كبير.
وفكروا في هذا الحل كيفاش غديروا له. حنا كنطلبوكم وكنطلبوا من الحكومه ديال سيدنا الله ينصرو ياخذ واحد 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 الحل لهاد الناس هادو. وبالنسبه للرساله اللي راه كتبناها للسيد وزير الخارجيه خذوها بعين الاعتبار وشوفوا لنا شي حل. الشواذي الخزار ثوسان غادي نتبرات زي وزاره الخارجيه نا نشكري نزيد مواطن نغزي الوطن الحبيب دايس بيلي اقيو دانا داني تاني مقرانا وغيجيبو راس ورانس الدولة ناقصة زي سنتكلف اثنت مطر داني تانا اتخجر سنتف لو خانشين كانت تارزي الوزارة ناق مقارا ان شاء الله نقارا سودا دي ودان غيجي راس ورانس اثنت اهنت عون لان ايو دانا مقرانا داي خدمن وادو سينشاغ زي في زي المغرب وردينا يوضن بينسيون سن دستقار نلقانشين تقاعد ناق يعني تيشنا نغيج المبلغ دا مزيان وهذا نبدي بور خدمة دي مزيان بينسيوني وهذا غيتي ودي والو ونتتازي الوزارة النغ الحكومة نسيد الملك النغ ورنتني هنا أدعاون نولدينا غاي جارة صورانس ولكن المشكل غان غيجان يتخصت السن الوزارة النغ باللي غا كاي مدرنا كماشي عاديين أكا أمدرن قارو يتنقى مخباب نزيث من 1500 غير 12000 يورو مراث موث 3-4 العائلات مثلا دي ثداد دي جدي اوروبا دي هولندا دي ايطاليا ني غدي بلجيكا ني غدي اسبانيا ماني غاتا في العائله يا مثلا 50000 30000 زي غاتنضرينا قال الله يحسن العون. ولكن المشكل غنغي انت نمشي نتتازي الحكومه انا انت تارزايس النهار هو هذا غدخلك دراس ورا نصنط هاك في البنك هذا كنا نمشيو غنقار بنك الشعبي بنك التجاري كريدي دو ماروك نقار مون ديال اسيستانس يعني الشركه فهم قرنت كتقال ابناك تقال غا كيصن لا سوران سن نهني تو غتكلف نزين غير يثما توينا غا المغرب تخلص انا غبيتي في الطياره يجي العمل يعني مريح تو غن هنا ولكن خذو ما يمي وكينا هذا مضرن خبص المصاريف ولا هذه هولندا هذا مضرن مش تو غتقندي المغرب خذو عارورن تيشنا غادي يجي المبلغ يجيني كاريك كتيشن 3000 يجيني كاريك تيشن 2000 الحقيقه واعطي السين ولا لي جن خذو ندور شوخا 50 عام 40 عام 30 عام شي تخدص راس ورانس نهار وان فودا خمين تتار صا اسما زي خدنا غير خمين ساعه هذه ساعين انت تتار صحاب راس ورانس شي نحق النغوان خبصيت ولهذا روخا نشي نعاود تازيت مواه نعاود يا يثما هذا تحل المشكله. وزاره الجاليه اني كانت كلفت الجاليه وزاره الخارجيه نهني غير غاني مون ديال اسيستانس غاسم دي الدار البيضاء ني غدي فرنسا كيسحل المشكله سيس منا لان نهني جان مسؤولين خانق وانت تعاود زي وزير الخارجيه نغ غادي تجي انت تدخل اي ثماثنغ سوي ثماثنغ الوالدين نغ يعني روحنا نقضى ان شاء الله الغرض نسندي المغرب يطفيه المنايا انت تارزي الوزير نغ هذه في جنت تدخل مهم هذه فكيو نغ قال عائلات نغ فعرقنت رخصوا بنا مي راح غادي يقضى الشغل النس يجا ثار ونس ذا فما غاطرح الزار شان يماسني العائله نسجي حنجي نسداني تان رخصوا خمانايا ما كاي زعما واي صفري حشا ورمضان رمضان خل الابواب سيدنا رمضان يرحقد عاودي وداني غنغدا ديوسين عطله وسين الزن الوالدين سن وسين الحضانه ندير فرحه انت مغاربين نطار ونسن وسين الحضانه كدويه ونسن ان الله يهديكم تتر عاود المغرب هذه السيد في ودانا غاد روحا هذا سني كشو مشى من غايس سي شلوتيل واخا نشيني غير تكلفن عرف غاي الزار ما هادشي الموارد هادشي هذا سني يضرق غادي نروح نغارثو درين نسن ورحاج تنظنيث يعني نشين منايا ما راه وني نمشي نتار ولا ضروري 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 الحل الوحيد نمشي نمشي نسرون زون غنضر طرفي هذا نضر طرفي يما نضر طرفي بابا نضر طرفي يما ما يمي ذا حار من سق مضرنا يخص السن المغرب ما راه موت غنشدي مكناس يتخصى راح غنضر غدي عين زوره ما راه موت غدي عين زوره غنضر راح غير العائله ينو غار فاس ما راه موت غدي فاس غنضر راح غار بن طيب ما راه موت غدي فاس تخصين غنضر راح غار توريرت داخل المغرب شان انت كنمضر ماشي يعني كورجنيك راه لا ويا غير ماني جا المخبار ماني جا شارينو ولهذا انت تعزي الحكومه يعني سيدنا غادي ينصر ربي محمد السادس جدي النغ الملك النغ هذا راه عملية غاك الوزارة نص هذا خزان ما يقني الحل هذا في كل مشكلة عقاش المشكل ما كيفرحش والجالية واحد جي وفريح شاس منايا ومنايا كان يعذاب الموت ولا الحياة الموت يغتو ذاك ولكن تقيم يجن الحقداد قولوا المغاربة نخسر ونغ وحق نشخ مواطن سن وتجي نشي وذني جان ضدي المغرب النغ هذه راه نص مواطن سن وشكرا بارك الله فيكم نتمنى الخير دعاتك لنا مره نمشي نلقى نسقى التبراتين وزاره الخارجيه نسقى ديال البرنامج نسقى ديال مجلس المستشارين نهار الاثنين الثلاثه كاتورشين كيت نسقى والكاميرا على الله بارك الله فيكم يا ثمان دعاتك لنا يمو يموت العائله نسنا يرحمها ربي رضوني يرزقها ربي الصبر الله يسمع علينا جميعا بارك الله فيكم.